هو ليه اخوك كرم كل ما ابويا يفتح له الموضوع بتاعنا يعمل عبيط ويتهرب من رقه الفتحه؟ بصراحه يا شحات اخويا كرم خايف، عايز يجوزني الواحد صاحب ماله على اساس انه صاحب املاك. ما هو ده اللي بيقوله، احنا غلابه ومش ناقصين غلبه على غلبنا. هنتجوز يعني هنتجوز برضاها غصب عنه هنتجوز؟ ها يروح في 60 داهيه يضرب دماغه في اقرب حيط، ولا الناس ابويا عمل معاه ايه؟ لا يا شحات اخويا ما يستاهلش مني كده، المثل بيقول ان جالك الطوفان حط ابنك تحت رجليك. اخويا كرم ما عملش كده، لما جه السيل على بلدنا شلني تحت بعضه زي القطه اللي بتشيل عيالها بسنانها وانقذ حياتي. خلاص طالما انقذ حياتك يضيع بقيه حياتنا. انا مش قصدي يا شحاته، انا قصدي ناخده بالهداوه شويه. طب ما تزعلش. ايه خلاص بقى ما تزعلش عشان خاطري بقى. خلاص ايه هضربك. اضرب اهو اضربك. اوعى كده الشاي بقى يا واد. ليك جزمه 9 جنيه وربع. ليه؟ بدل حب وبدل بوس وبدل ما مد ايدي على حد. ايه خلاص خلاص قوم بينا يا شحاته من هنا. قوم علم طلب يا مراح. سلم على ابوك الحاج. يوصل يا اخوك. اقول لك يا كراملنا ارغي. انت مش هتطمن جلد بقى وتريح بالي؟ رايح بالك في ايه؟ بيسي مالها عليا الطلاق، ما هتلاقي اجدع مني ولا حد يقدرها في الدنيا دي جدي. باذن الله بكره امي تموت مورس عنها جرات وجسبتين وستتها. يا راجل اختشي على دمك، ده انت في رجبتك كملح. طب ما بتفهمش قولنا ماشي كمان ما بتحشش. وانت رايح فين طيب يا غباوي؟ طالع بيتك. بيت ايه يا ابو بيت؟ الله الله الله، انت فكرت نفسك صاحب ملك بصحيح ولا ايه؟ لك ودع في بطنك، ايش حال ما كنتش بتلف على قلبك قد ايه كل شهر؟ لا يا المليم اللي بتدفعها دي فلوس، ده صاحب العماره لو عارف اني مسكنك في قسطاطح من وراه هيدخلني السجن. صحيح هتنفع لي بايه مليمك يا غباوي؟ انت اولياء بنت الجزمه. ايه حكايه بيسه دي؟ عايزين عن جوزك كمان. الكفهان طالبها واخوه طالبها والدزار طالبها والبواق طالبها، ده انا جربت اطلبها. متلجع جوه يا شحاته. شحاته كرم هيرتكب جنايه، راح يضرب مدرسه في حالها. يضرب مدرسه كيف يعني؟ طلبة لجنه الشؤون الدينيه والعقاب بمجلس الشعب بانشاء قناه فضائيه اسلاميه مستقله تصدر برامجها باللغات الانجليزيه. انا كرم غباوه جيت يعني ليه دمرنا؟ اتفضل يا راجل. اي حد هيتحرك من مكانه هغزه غزه دي بقدمه وتبقى عليها مستديره. انا عايز المدرس اللي اسمه مسعود بتاع الفيزياء يطلع قدامي هنا في الطابور. ايه يا مسعود بتاع الفيزياء؟ اهلا. اي بنت لمس جسمها اللي اسمه مسعود ده ترفع ايدها. يا حنين كل واحده ليها حاجه عنده تاخد وقت قبل ما امشي. يلا يا بنات يلا يا بنات يلا يا بنات خدوا حاجتكم يا بنات. اضرب يا رفيع اضرب يا رفيع مش حاسس اضرب. النبي يا رب خلوهم يربوه عشان يحرم يعمل كده بنات الناس. كل المدرسين والفراشين امسكوا المجرمين دول. ارجع ارجع مش عايز اعور حد ولا اذي حد. شايف ان حكايتك مع البيت انج دي غريبه شويه؟ ليه يعني؟ يعني البيت لسه صغيره وانت عمرك قد عمرها يجي مرتين ونص تقريبا. يا عبيط انا عندي وجهه نفر. اي بيت تفكر تتجوزها النهارده هتلاقيها قلب عداد يا تلاقيها مخيشه. قلت اقصر المشوار واخد بيت على الزيرو. ده دي دلاند اهدي اللي تتضامن وتربيها على ايدك وتفهمها اللي انت عايز تفهمه لها. من الاخر عدينا وتشكلها على مزاجك. الله يمسك بالخير يابا. اقول لك البطيخه اللي ما اتفتحتش شبع التخبيط. طب يلا يا اخوانا عشان نقضي البضائع ده ضخم وهيقعد ساعه. يلا عد 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 عليا النعمه. انت ما بتفهم بقى، تسيب واحده زي نجاح تضيع من ايدك وراح تجري ورا عيلها. يا بت تفهمي نجاح دي سابتنا امسك ايدها، ولو كنت زودتها شويه ما كانتش منعت. والبت اللي ما اتمنعش قبل الدواز ما تتضمنش بعد الدواز. نجاح اشرف من شرف وانت الخسران. المثل هيقول اقفل جدر على فمها غير رزقك لم تحوش. تصدق انك بقف وحمار وصدق اللي سماك غباوه. يا جزمه يا بنت الدبانه بتشتم اخوك الكبير ورحمه امك لسيح عظمك ورحمه ابوك وامك. لو مديت ايديك عليا لكم مكسره البيت علي فيه. كسريه هكسر حبيبه قلبك
دي. لا 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 خلاص خلاص، انت هتمسكيني من ايد اللي بتودعني. سالفول يا ام هندي. اهلا يا اخويا. مين؟ انا كرم غباوه. ايه كرم بتاع الكارته. ازيك يا ابله هندي؟ هندي هو انت من البلد اللي بيقولوا الجيم ديم؟ لا، من اللي دمبيها. طب وانت تعرف انجي منين ان شاء الله يا اخوي؟ ايه اللي عارفها؟ طب ده انا حتى ده اتجوزها بس بسرعه، حتى ابوك الاحسن ساب الموقف لوحديه. حجاج اللي اوله شرط اخره نور. انا اتفقت مع كرم انها هيخليها تخلص علامه، وعايزك انت تشهد والنبي. انا شاهد وضامن كمان. وماله؟ بس هي تشد حيلها وانا ادخلها ثانوي تجاري وتكبر روس تساوي. ايه وانت معاك ثانوي تجاري؟ لا ياما، انا مش تلميذ، ده انا فريز. انا بقالي 20 سنه واقف قدام المدارس صناعي وتجاري وتوديهي. انا جايها عنك. السلام عليكم يا عوض. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. برضو عليك 10 جنيه. وصلت الطلبات لأصحابها؟ ايوه طبعا. لو خدي الفاكهة البيتة وديها دكاكين العصير لحسن تبوظ. اتهوى واشرب بجماب وبعدين اطلع تاني. مش شايف العرق قد ايه؟ يا ريالة بطل جلع، خلص يا حيلة، خلص، خليك تلحق ترجع قبل الدنيا بتليل. ما عندك شحطين غيري، اشمعنى شحاته يعني؟ بتقسم الطلبات علينا يا اخي، ولا عشان ابويا سايب لك الدكانه تتمرس علينا؟ طب مش طالع طالما الحكايه لايف لاي، ولما اجي ابويا بقى نحكمه بينا. جريله خبطكم ليه؟ بتعلي صوتك على اخوك الكبير. خلاص يا سالم عايز الخير. بعد الدهانة كل خدمه شرف. انتم مفتريين، قاعدين من الصبح بتلعبوا وهو الوحيد اللي بيشتغل، وكمان عايزين تضربوه. ما تروح انت يا تنبل تودي الفاكهه، على الاقل تعمل بلقمتك، ولا اليومين اللي بتلهفها حتى مش عايز تحللها. نحللها يا ست البنات. يا اصيله يا اخت الرجاله، عاجبك الكلام اللي بتقوله اختك يا معلم طلب؟ ما تاخدش يا بنت عم راجلك زي الناس، قلت لها بتاعتك دي. راجلي شلها يا راجلي. ده عقد بيع مني بحته الارض اللي انتوا قاعدين فيها. ايه اللي بتقوله ده يا دكتور؟ دي ارضك، ده احنا بنبوس ايدينا وش وظهر كل يوم عشان سايبها لنا نسترزقوا منها ونتستروا فيها. ما كفاكش ارض ابوك اللي الثوره خدتها وفرجتها على المخاليف؟ وقتها كنت زعلان، لكن دلوقتي بقول والله كان عندهم حق. انا ما بديكش صدقه، انتوا ليكوا حق في الارض دي اكتر من ابني اللي ما بوريناش وش ولا كل 5 سنين مره. يلا يا نجاح هاتي بقيه الوقت. هو يعني كان هيخس عليه ايه لو كان اداكوا بقيه ابننا دي بالطول؟ ما ولده هادد على بلاد بره ومعايز يردع. يا سلام الاولاد، لو كان ده حصل كنا بنينا عماره عينك. ما تخرس يا عاد منك ليه؟ انتوا ايه ما بتشبعوش؟ واحنا كنا طايلين بقينا اصحاب ملك وبرضه مش عاجبكم. اهو بقى صاحب ملك اهو. بتقولي ايه يا بت يا بيسه؟ ولا حاجه يا ابو الحاج. مش انت بس اللي مستعجله، انا كمان. الخميس الجاي يا كرم احنا عنديكم عشان نقروا فتحة بيسه. وانا يابا انت ايه؟ قلت لك يا ابا انا عايز اتجوز. وانا قلت لك يا سالم هنروح البلد وانا اجي لك عروس. ماشي يابا، من الواقع من قعر الجف. شحاته احسن منك، شحاته متعلم عنك، شحاته ضفره برقبتك. يابا حرام عليك، دينا ولدك بردك. يا اخي حرمت عليك عيشتك كلب. مبروك يا شحته، مبروك يا بيسه. ربنا يخليكم. يلا يا اولاد سيبوا العرسان يقعدوا مع بعضيهم. وانت يا شحته اجازه بكره عشان تفسح عيالك. يفسح مين يا ابو الحاج؟ واحنا لحقنا، دي دوبك فاتحه. انا منى عيني اشوف شحته عريس واشوف له عيل. ربنا يديك طول العمر يا ابو الحاج، وتعيش لما طلعنا كلنا قدامك وتقعد لوحدك زي قرد قطع. شوف احنا